السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كتشوفوا اليوم معنا هذه الدراجه الناريه العجيبه اللي هي عباره عن كما كيقولوا قطع حديديه. كما تشوف كلها حديد بحال فيها بارشوك ديال القدام، راك عارف الجبولات ديال القدام عاديين اليوم كلاسيك سينيرات كلاسيك. بالنسبه للرواد ديالها ديال السكوتر كما كتشوف المره 13 اللي فيها هنايا. بالنسبه للديسك ديال الفران هو منه ديسك ديال الفرن ومنه اباري كونتور كما كتشوف بلاصه ولي هذه البياسه هنايا باش تعبر فيها البياسه ديال الكونتور. هي فيها كونتور ديجيتال كما كتشوف هنايا. الكيدون عندها كلاسيك، المرايات عندها كلاسيك. بالنسبه لي بوز بي اللي كيسوق الموتور عنده هذه بوز بي كبار. بالنسبه للريزيفوار ديال الموتور عنده في هذه البلاصه هذه كما كنشوفوا هنايا. شحال من واحد غادي يقول راه هاد الدراجه راه كتمشي بباتري، هي ما كاين لا باتري لا والو. هي عندها موتور كما كنشوفوا ايسونس، هي 4 طون سكوتر كيت تسمى هامر. بالنسبه للمانيفيل عندها اللور كما كنقولوا كضرب للقدام بحال هكا. بالنسبه للمورتيسورات فيها جوج ديال المورتيسورات، فيها جوج فرانات، فران اما اللي غنوريو لك دابا القدام، وفران ديسك اللي هو ديال الزيت. السنينات ديالها كما كنشوفوا. بالنسبه للبورت ديالها كما كنشوفوا بورت كبير، الا بغيتي تهز فيه شي حاجه ولا بحال مشيتي للسوق تقديتي شي حاجه ما بغيتي بين تهزها في هذه البلاصه هذه، بغيتي تهز معاك دوك بلاصه ولا شي حاجه كتهزها من هذه البلاصه هذه، كتهبط هذا السرج هذا كما كيهبط بحال هكا. دابا تهز دوك بلاصه الا بغيتي تهز دوك بلاصه. بالنسبه للبوز بي اللي راك باللور كيحطهم هنايا كما كتشوف. فيدونج كما كنقولوا كنديروا راه عادي بحال السكوتور عادي. فرن الزيت اللي ما شفناش قبيله حتى هو فيه فرن الزيت. بالنسبه للسانسونيطا ديال السوارت، الا بغيت دير السوارت ديالك هنا ولا شي حاجه ولا بوتشامو باش تصل الموتور ولا زاروت بوجي ولا البوجي ولا شي حاجه ديال السوارت كديرها في هذه البلاصه هذه. كما كنشوفوا هنا كما قلنا هاد الفرنامة ديال الروده التاليه كتفرانيه باش ما يتحركش الموتور. فرنات ديال الزيت قدام اللور. بالنسبه للكونتاكت ديالو كما كنشوفوا شوف الديجيتال ديالو كي داير. نديرو امر شوف النغمه ديالو كي دايره كما كتشوف النغمه ديالو تبارك الله زوينه. وهذا تبارك الله اللي عنده الصحه تبارك الله وازن كنصحوا بهذه الدراجه الناريه هذه. بالنسبه اللي وازن اللي عنده الوزن الثقيل هذه الدراجه الناريه زوينه ليه، بغيت تخدم بها تمشي بها من هنا ولا من هنا تهز ليك الثقل ديالك كلشي. ما عندكش شي حاجه ديك تقول لي راه ضيع عليا الموتور ولا راه تفرع عليا الجونطه ولا تفرع عليا المسائل ديالي. هذه بلانديه الناس اللي وازنين ديك 100 كيلو الفوق كنصحهم بهذه الدراجه هذه، واخا تركب معاك 100 كيلو اخرى ولا شي حاجه الدراجه صالحه للثقل. بالنسبه للناس اللي تيقولوا الموتور ما غاديش يهز ليا ولا ما غاديش يحط ليا، انا كنقول لك غارونتي هذا الموتور هذا غادي يهز ليك الثقل ديالك ويهز ليك المسائل ديالك كلشي اون ريغل، ما عندكش فيه شي مشكل. بصح هذوك الثقال اللي عنده بحال هذا الموتور وهرسوا ولا كنصحو يمشي يشري التراكتور هو اللي يصلح ليه في هذا البلان هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.